أستاذ عبد الله وجدي، طمنا كيف كان امتحان الكيمياء؟ والله الاختبار بده شغل كثير، كان الاختبار أول شيء طويل، الاختبار دقيق وفي أفكار وفي أسئلة، يعني مثلا تأكسد الاختزال في سؤالين، السؤالين اللي هم الأطول ونفس النمط يعني ونفس الفكرة، أعتقد الطلاب راح يتعبوا فيه كثير. أستاذ فؤاد شو رأيك؟ شو زي ما حكينا الامتحان طويل وبده شغل، في حتى جهود أكسدة، يعني عمر ما جابوا جهود أكسدة في امتحانات، جابوا جهود أكسدة، في سؤال على الطاقات بده يعني يعمل علاقات رياضية صحيحة عشان يحل السؤال ويكمله، الامتحان بده وقت طويل. أستاذ أنس القدومي، إيش تقييمك الامتحان؟ يحتاج الامتحان لوقت وكمان يعني مغلبين الطلاب، حتى كمان في موضوع سرعة التفاعل اللي بيركن عليها الطالب، حتى جايبينهم متفاعلات والدلتا اتش برموز يعني سين وصاد والى اخره، وهي غلبة على الطالب. مشكورين. طبعا حل الامتحان راح يكون مباشر مع الاساتذة الثلاث ان شاء الله في منصة اساس التوجيهي على اليوتيوب والفيسبوك ان شاء الله تعالى فور نزول الفيديو هذا.